السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا سادس؟ معكم وفاء حسين من أكاديمية الذكاء الدولية. وصلنا للدرس 27 وهو درس قصر الصلاة في مادة التربية الإسلامية. طبعاً يا مس، زي ما أنتم عارفين أن الصلاة ديننا، أو ديننا الذي فرض علينا الصلاة هو دين يسر وليس عسر. فالإسلام يسر وأباح أمور للمسلمون يقومون بها في حال سفرهم وانتقالهم إلى من مكان سكنهم إلى مكان آخر لقضاء بعض الحاجات. الآن المسافر غير المقيم، المسافر بيكون أشغاله كثيرة ويكون طبعا يبذل جهد ويكون متعب. لذلك الإسلام أباح ويسر على المسلمين بعض الأمور، من هذه الأمور الصلاة، بما معناه قصر الصلاة. إنه مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، وكذلك العصر 4 ركعات، وكذلك العشاء 4 ركعات. أباح الإسلام للمسافر الذي يسافر مسافة، طبعا شرط أن تكون مسافة السفر 81 كيلومتر أو أكثر، أباح لهذا المسافر أن يقصر الصلاة. يعني بدل ما يصلي 4 ركعات إذا كانت صلاة ظهر أو عصر أو عشاء، بدل ما يصلي 4 ركعات يصليها ركعتان فقط. هذا بنسميه قصر الصلاة، إنه تقصير الصلاة من 4 ركعات إلى 2 ركعات. هذا الأمر تيسير وتخفيف على المسلمين في جميع أحوالهم، خاصة في حال إذا كانوا مسافرين لقضاء حاجاتهم. طبعا الصلاة الرباعية وليس الثلاثية ولا الثنائية، يعني الثنائية بنصليها 2 ركعات، الثلاثية بنصليها 3 عادي، لكن الرباعية بنصليها 2 ركعات. الآن يا مس، حكم قصر الصلاة مجاز، جائز أو مباح؟ الآن يجب أن ينوي طبعا قصر الصلاة قبل أن يصلي. أيضا لازم يا مس إنه إذا أقام في مكان الذي سافر إليه 4 أيام أو أقل، أيضا لا يؤثم إذا قام بقصر الصلاة لأنه مسافر. إلها أحكام كثيرة الآن سوف نتحدث عنها. بداية يا مس، عينوا معي إنه معنى قصر الصلاة ما هو؟ اكتبوا بس ما هو، ما هو معنى قصر الصلاة؟ قصر الصلاة أن يؤدي مين؟ المسافر، مش المقيم، المسافر الصلاة الرباعية، يعني 4 ركعات المفروضة 2 ركعات، أن يؤدي المسافر الصلاة الرباعية 2 ركعات بدل من 4 ركعات، علما بأن مسافة القصر يعني مسافة السفر يجب أن تكون 81 كيلومتر فأكثر. واضح؟ لا، يجب أن تكون مسافة القصر 81 كيلومتر فأكثر. الآن ما هي الصلوات التي لا يجوز قصرها؟ هي الفجر والمغرب، الفجر 2 ركعات والمغرب 3 ركعات. يعني الصلوات التي يجب أن نقصر فيها هي الظهر والعصر والعشاء، اللي هي الصلوات الرباعية. الآن ما هو حكم، اكتبوا معي السؤال، ما هو حكم قصر الصلاة؟ حكم قصر الصلاة هو مباح أو جائز، اكتبوها، مباح أو جائز. الآن علل، أباح الإسلام قصر الصلاة. علل، أباح الإسلام قصر الصلاة لماذا؟ رفعا للحرج عنه وتيسيرا عليه. إذا المسلم يقصر صلاته رفعا للحرج، إنه ما يقع بالحرج والمشقة، وتيسيرا عليه. والدليل على ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم يعني سافرتم، يعني هذا دليل على قصر الصلاة. الآن ما هي أحكام قصر الصلاة؟
أولاً اكتب السؤال: ما هي أحكام قصر الصلاة؟ 1- ينوي المسافر قصر الصلاة قبل الدخول في الصلاة. 2- إذا سافر إلى مكان ثم وصل إليه ونوى الإقامة فيه 4 أيام أو أقل، يجوز له أيضاً أن يقصر الصلاة. أيضاً يصح للمسلم أن يقصر الصلاة ما دام مسافر ولم تحدد مدة إقامته في المكان الذي سافر إليه. أيضاً لا يقصر المسافر الصلاة إذا صلى خلف إمام، يعني إذا راح إلى المسجد وصلى خلف الإمام يجب أن يصلي مع المصلين، يعني صلوا صلاة رباعية يصليها رباعية لأنه صلى خلف الإمام، واضح؟ وعليه أن يتم صلاته، واضح؟ مش يصلي ركعتين ويسلم، لا، يتم صلاته مع الإمام لأنه صلى خلف الإمام حتى لو كان مسافر، واضح يا مس؟ هيك بنكون أنهينا الدرس. حلو أسئلة الدرس ويعطيكم العافية.